من محمية رأس محمد بجنوب سيناء المصرية انطلقت أول حملة للترويج للمحميات الطبيعية ودعم السياحة البيئية إيكو إيجيبت. الحملة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة تتضمن كافة وسائل التواصل والتوعية لدعم السياحة البيئية والعمل على ضخ استثمارات جديدة بهذا القطاع. حكاية أنه السياحة بتضر البيئة أو العكس، لا ده احنا في نظام جديد بنشتغل بيه، وهو أن احنا ممكن نتعامل أنه السياحة والبيئة بيشتغلوا بدون ما يضر أحدهم الآخر، فده رسالة مهمة جدا بنوجهها من خلال هذا الحدث. تعمل مصر مؤخرا على فتح أفاق جديدة للسياحة البيئية المستدامة كأحد نتائج استراتيجية وزارة البيئة لتطوير 13 محمية. الإيفنت ده هيساعد ناس كتير إنها تبدأ تستثمر في مجال السياحة البيئية وتدخل مردود اقتصادي أكبر من اللي كان موجود قبل كده، ويمكن يبقى ده المجال اللي احنا نبقى متميزين فيه أكتر من أي مجالات أخرى. عودة إلى الطبيعة، هذه هي دعوة وزارة البيئة المصرية التي تتشارك معها وزارة السياحة من أجل جذب مزيد من السياح بدعوة سفراء العالم لحضور مثل تلك الفعاليات. من هنا انطلق ماراثون لسباق الدراجات بين وزيري السياحة والطيران، وأكثر من 30 سفيرا دعوا للمشاركة في الحملة للتعرف على أنماط السياحة البيئية في مصر. زيارة هامة، وهو احتفال من نوع آخر حبينا نعمله من يوم السياحة العالمية، إن احنا نعمل 48 ساعة بنخلي السفرة وكل دول العالم تعيش رحلة سائح بجد في مصر بدل ما بعت لهم تقارير. تأتي حملة إيكو إيجيبت كرسالة أن السياحة لا تتعارض مع جهود التنمية والحفاظ على البيئة ومنها المحميات الطبيعية كمصدر جذب للسياح. كريم شيخ الغد، جنوب سيناء.